مرحبا وشكرا تبعتكم تك ميشن. بعتقد ملاحظين انه الصوت والصورة مختلفين شوي بفيديو اليوم، ولح تتعرفوا اكتر عن شو قصدي رح حطلكم هالصوت الانفجار. سمعتوا؟ اليوم انتو ما عم تشوفوني من كاميرتي بالاستوديو مثل العادة، عم تشوفوني من صالة سينما اي ماكس، او بدقة اكتر من جهاز تلفزيون موصول على نظام صوت بدعم اي ماكس انهانسد. تخيلوا تكونوا عم تسمعوا هذا الصوت من فيلم، مو بالسينما، بالبيت. تخيلوا هلا لقطة تشويق وصوت مثل هاد. أو ملاحقة بالسيارات وصوت مثل هاد. لتاخذوا هالتأثيرات كلها بالبيت لازم يكون في عندكم ساوند سيستم متقدم، وهذا موضوع فيديو اليوم، فيليبس فيدليو بي 97. تابعونا. في خيارات كتيرة لأنظمة صوت منزلي، أو اللي منسميه اليوم ساوند بار، بس فيليبس فيدليو بي 97 ما بيشبه أي وحدة منها. أهم ميزة فيه إنه في عنا ديتاشابل سبيكرز، يعني فينا نفك السماعات اليمين واليسار ونحطهم بأي مكان بالغرفة من دون وصلات ولا كابلات، مشحونين وجاهزين وموصولين بالبلوتوث. بس القصة مو إنه صار في عنا 3 قطع وسبوفر، القصة انه كل وحدة من السماعات الكتيرة الموجودة بالساوند بار بتطلع الصوت باتجاهات محددة لتعطينا الصوت المحيطي المذهل اللي سمعتوه قبل شوي. عنا اتجاه للأعلى وللمحيط، وعنا السبوفر ليكمل التأثيرات القوية مع أصوات البيز العميقة. لنحكي بدقة أكتر، عنا سماعتين بيعطوا الصوت لفوق، سماعتين مركزيتين، 6 سماعات أمامية، وسماعتين جانبيتين، بالإضافة للسماعتين اللي فينا نفكهم ونحطهم بأي مكان. وحتى لما نشيل هدول السماعات بيطلع مكانهم سماعتين جانبيتين ليعوضوا عنهم. وأنا ذكرت صوت البيز من السبوفر، بس الحقيقة البيز ما بيجي منه بس، عنا لحد 150 هرتز بتطلع من الساوند بار الرئيسي، والسبوفر شغلته بس الترددات اللي لسه أوطى من هيك. بالتصميم الساوند بار والسبوفر والسماعات القابلة للفك كلها من مواد فاخرة وتصميم رائع تعودنا عليه من فيليبس. من دون ما نفك السماعات الجانبية، الساوند بار طويل جدا ولازم تنتبهوا إذا بيوسع عندكم أو لا، ولكن لما منفك السماعات بيصير بقياس عادي، وحتى وقتها ما منخسر دعم آي ماكس المتقدم حتى بدون السماعات الجانبية. بالارتفاع الساوند بار كتير قليل السماكة وممكن نحطه قدام تلفزيون من دون أي مشكلة. الريموت كمان كتير فاخر وبتصميم فضائي شوي ومختلف عن اللي متعودين عليه بالساوند بارز، شخصيا حبيته جدا. طبعا لأن صرنا بعالم رقمي ومتصل لازم شيء مثل الساوند بار يعطينا إمكانيات اتصال متقدمة، ومو مقصر بهذا الموضوع أبدا، متوافق مع جوجل أسيستنت ومع أليكسا، وفينا ببساطة نضيفه على تطبيق جوجل هوم، وكمان نشغل موسيقى عليه من أي سماعات جوجل أسيستنت، والإعداد الرئيسي بيجي من تطبيق فيليبس ساوند. وللي بيفضلوا الآيفون عنا توافقية كاملة مع أبل AirPlay 2. أما اللي بيفضلوا الكابلات والتوصيل المباشر عنا منافذ كمان، 2 HDMI IN و 1 HDMI OUT، وبهي الطريقة بيدعم Full 4K Pass Through، يعني بيعطينا أفضل تجربة مع التلفزيون 4K اللي عنا. عنا كمان منفذ كابل ضوئي ومنفذ 3.5 تقليدي، وحتى USB-A، عملياً فينا نوصل أي شيء بدنا إياه على الجهاز. بالخلاصة نظام صوتي متقدم ومن الأفضل اللي جربتهم أنا، وقادر إنه يحول بيتكم لأقرب تجربة للسينما أو المسرح ممكن تحصلوا عليها اليوم. السعر والتوفر بالشرح تحت.
شكرا لمتابعتكم هالفيديو اللي ان شاء الله كان مفيد بالنسبة لكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعوني على انستغرام، وانا بشوفكم بالفيديو القادم.